إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، أي لا أحد أكثر ظلماً ممن وعظ بآيات ربه التي هي هذا القرآن العظيم فتولى وصد عنها. وإن كان الإعراض عن التذكرة بآيات الله تعالى من أعظم الظلم، وصاحبه من أعظم الناس ظلماً، فإن له نتائج سيئةً وعواقب وخيمةً أخرى ذكرها الله تعالى في كتابه، منها جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق، وعدم الاهتداء أبدا، كما قال الله تعالى بعد هذه الآية: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومنها أن الله تبارك وتعالى ينتقم من المعرض عن التذكرة، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومنها كون المعرض كالحمار، كما قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، كما قال الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومنها المعيشة الضنك والعمى، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومنها أنه يسلك العذاب الصعد الذي هو المشق الشديد الموجع المؤلم، كما قال الله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومنها تقييد القرناء من الشياطين، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. عباد الله، بعدما تبين لكم نتائج الإعراض عن التذكرة السيئة وعواقبها الوخيمة، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر بالإعراض عن المتولي عن ذكره القاصر نظره على الحياة الدنيا، وذلك مبلغه من العلم، فلا علم عنده بما ينفعه في الآخرة، كما قال الله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. واعلموا رحمكم الله أيضا أن الله تبارك وتعالى نهى عن طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه، فقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا عن قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واعلموا أن من أعرض عن ذكر الله سبحانه أعرض الله عز وجل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الناس فأعرض عن التذكير وولى مدبرا، قال عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فأعرض الله عنه. فاتقوا الله عباد الله، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء،
وإياكم وصحبة المعرضين وطاعتهم، فإن الصاحب ساحب كما قيل، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.